الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا، إذا رأى الرجل المتزوج أنه يغسل الفجل في المنام، دليل على رغبته في التطهر من الذنوب والمعاصي التي كان يفعلها، والله أعلى وأعلم. قد يدل رؤية الرجل دليل على كسب الأموال بطريقة سليمة دون أخطاء ودون محرمات، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تغسل الفجل في المنام، علامة على رغبتها في التفوق والوصول إلى أهدافها بشكل كبير، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة والحامل أنها تغسل الفجل، علامة على المكاسب المادية الكبيرة القادمين إليهم في الحياة، والله أعلم. إذا رأى الرجل وهو في عمله أنه يغسل الفجل، علامة على الوصول إلى ترقية ومنصب كبير في عمله، أو مكافأة مادية قريبة قادمة إليه، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تغسل الفجل في بيتها، علامة أن بيتها ليس فيه مشاكل، والله أعلى وأعلم. عندما يرى الرجل المتزوج أنه يشتري الفجل في المنام، إشارة على رزق وخير وفير قادمين إليه، والله أعلم. شراء الفجل في المنام الشاب الأعزب علامة على الزواج من فتاة حسنة جميلة، والله أعلم. عندما ترى المرأة المتزوجة أنها تشتري الفجل في المنام، تكون إشارة على الرزق والأموال الكثيرة. رؤية الفتاة العزباء أنها تشتري الفجل، علامة على الزواج والبركة والأخبار السرة، والله أعلى وأعلم. اقتلاع الفجل من الأرض في المنام، علامة على السعي والجهد من أجل تحقيق الأحلام بشكل كبير، حيث تدل الرؤية لكسب الأموال بطريقة سليمة دون اللجوء لغير مشروع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم.